مباراة يبقى يغلب عليها طابع الحماس شوية، خاصة الظروف اللي هي واكبت المباراة قبليها، لكن إن شاء الله الأهلي قادر عليها، يعني إن شاء الله الأهلي هيفرحنا. هو هيبقى فيه شوية تعصب شوية، خصوصا لأن دي نهاية العصبة وبطولة مهمة، فطبيعي إن يبقى فيه شوية عصبية شوية، وخصوصا إن الوداد والأهلي شوية، بس في الآخر إحنا إخوات، والشعب المغربي شعب حبوب بطبعه. ثانيا ان هو بس اللي مزود العمليه شويه، ان نادي الرجاء واقف مع النادي الاهلي شويه طبعا، لان في اخوه جديده بين النادي الاهلي ونادي الرجاء، فده اللي عامل ايه الحساسيه شويه بين الرجاء والوداد. بس ان شاء الله المباراه تعدي على خير، وفي الاخر احنا اخوات باذن الله. يعني ان شاء الله طبعا نتمنى الفوز الاهلي، انا مصري اهلاوي فاتمنى الفوز الاهلي. المهم يكون داكشي فهمتي، يكون داكشي يدوز بخير وعلى خير فهمتي، ما نبغيوش حنا التضرر وداكشي فهمتي، يكون الماتش زوين وداكشي اللي فهمتي اللي في سميتو راه غيستحق الفوز ديالو فهمتي. المباراه بين الاهلي والوداد البيضاوي، نحن اخوه قبل مباراه كره القدم، وتجمعنا اخوه الاسلام واخوه العرب. مباراة غتكون إن شاء الله صعبة صعبة، ونتمنى للفريقين التوفيق، وتكون فرجة ممتعة، وتكون روح رياضية، ويكون ماتش في المستوى المطلوب، ويتمتع كل شيء بكرة القدم في أرض بلادنا في المغرب، في وسط الدار البيضاء في ملعب محمد الخامس. نتمنى التوفيق، وبكل صراحة نتمنى الفوز لفريق الوداد البيضاوي. انا كمغربي نتمنى الفوز للفريق الوداد البيضاوي، لان ما كان ماشي فريق وداد اللي لعبه، يعني رايه مغربيه ورايه مصريه بالضبط. احنا تعودنا من الفوز دايما، فربي ربي ما يكسفوناش المره دي. هو الماتش صعب عليهم اكيد وبال حضرتك، بس اتمنى لهم الفوز ان شاء الله من كل قلبي يعني. واحنا كده كده رايحين للاستاد، ونتمنى بقى ان نشوف مباراه حلوه قبل كل شيء.